والطاس. ايوا مشاهدي جريده شعبير مباشره من الدار البيضاء، معنا اليوم الشاب الطالب نور من طلبه الراسبي، اليوم تم تاسيس المصادقه على النظام الاساسي للتنسيقيه المحليه للطلبة الراسبي مشعل المحامي. شكرا 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 شكرا. بعيدا عن الظلم اللي تعرضتوا ليه خويا نور، باش تحس اليوم اول حاجه بهذه التنسيقيه، واش وش داوت شويه الجرح؟ اولا كنعزب الفخر والاعتزاز انا ومعيه الطلبه اللي معايا، لاننا شكلنا واحد اللجنه اللي كان واحد التنسيقيه اللي كنقولوا بها حنا راه مازال ما تنزلناش على على المطالب ديالنا. حنا لازلنا متشبتين، فهمتي؟ لازلنا متشبتين، يعني كما كتشوفوا واحد الطاقات اللي باغا تشتغل باش انها توصل الاهداف. اهداف ديال هذه التنسيقيه هذه اهداف واضحه، قلت العديد من المنابر وغنعاود نكررها: الغاء نتائج اعاده الامتحان، فتح تحقيق ضد من يجب. هادو هما الاهداف الثلاثه. التنسيقيه احدى بنودها بانه تعتبر ملغيه بتحقيق هذه الاهداف. اللي صادقوا عليه الناس في نظام الطلبه النظام الاساسي هو انه غادي يتم الالغاء ديال هذه التنسيقيه فور تحقيق هذه الاهداف، فتحقيق ضد من يجب واعاده الامتحان والغاء النتائج. هذا هو اللي تم تسعى عليه اليوم. خويا نور صراحه شفت بزاف ديال الخرجات ديال عبد الفوارق، كيفاش كان الاحساس ديالك؟ احساس بالمراره، احساس بالحزن، احساس بالذل والمهانه، احساس شنقول لك غادي نبقاو نقلبوا على لي سينونيم حتى الغدا ديال الحزن. صحيح، لان ولد الشعب، لانني مغربي، لانني حسيت بالظلم. على اساس انا كنطالب بحقوق ديالي ولازال لم تلبى. هذا هو الاحساس ديالي، يعني واحد الاحساس مرير، وانا والناس راه ادرفوا الدموع. الناس ادرفوا الدموع. هو التصريح الاول، شوف هو راه وهبي شهد على راسه وزير العدل، ملي كنقول لك ضد من يجب منهم شاد على راسه، لو انه حاول يمتص الغضب والاحتقان يقول لك غنفتح تحقيق وداك الشيء. قال لك اودي انا ما عندي مناصب، كيقول بانه خرق القانون، تيقول لك غنسول والديهم في الورال، يقول لك انا ولدي لاباس عليه، با لاباس عليه. دونك هذا الشيء اللي خلانا صحيح. امتحان داز داز قالوا لنا غتسعود، بدينا حتى ل 10 ارتاحينا بخير وعلى خير، بدينا الساعه عطونا الساعه ارتاحينا فيها، فهمتي؟ عندنا الساعه كنتو عارفين بانه كاين 2000 شويه ولا خويا حنا مشينا قالوا لنا ودي كاين امتحان، ماشي قالوا لنا مشينا اساس هذاك الامتحان، مشينا سيدي لقينا ذاك الامتحان على اساس ما كايناش لاسوي ياك، كايناش شي سوي، ما كايناش لو سوي ديال سميتو. في الاخير انا كنلقاو بانه قال لك شحال 2081 غير 800 اللي نجحات، انا زدت العدد، شكون زادت علاش ما زاد؟ لا ما كيش زلت لسان، لا هو عاودها، لا 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 ما كيش زلت لسان، كيش زلت لسان، راه كيهضر كيقول لك كما كنقولوا، كما كتقول لي جداتي راه كتجبد من لسانك، كنقول لها لا راه خرجتي كتقول لي راه كتجبد من لسانك، فهمتي؟ دونك ما كاينه زلت لسان، راه كتجبد من اللاوعي ديالك، هذه هي كتجبد من لسانك، راك من اللاوعي ديالك كتهضر. نو غنسولك على الشفاوي، الشفاوي راه حنا يلاه دوزنا الكتابي، راه الشفاوي هو اللي دابا مبغيناش يدوز، دابا الشفاوي هو اللي خصنا حنا نبلوكيوه، مخصوش يدوز الشفاوي، لان الا داز الشفاوي راه غتخدم العاطفة. هو قالها، قال لهم كنسولوا والديهم فاش خدامين، لان ملي غيسولني انا باك فاش خدام غيشوف غيعرف الكنية غيلقى الوالد ديالي باغ اكزومبل محامي، ورا بين هادي يقول لي زكا زكا هذا راه كنعرفو غيكملش معايا يحط لي 14 يدير مزيان وغيدير معايا مزيان وسدات القضية. ولكن حنا فاش واحد قال بان ولدي عنده جوج شهادات، واش كان شي إهانة اللي كنتو طالبة؟ كان شي إهانة ولا المغاربة كاملين؟ واش كان شي إهانة؟ واش كان شي إهانة؟ راه ما كانش إهانة، هذيك راه صبة، راه استنى نسولت هذيك، راه عيرنا، راه عيرنا هذاك، راه عنصريه، راه سي دو غاسيزم هذا. راه ملي كتشوف ما معنى العنصريه؟ راه العنصريه هي ملي كتقول الابيض متفوق
والاسود واضيع، كتقول بان هذاك الابيض هو اللي واعر وداك الكحل ما فيدوش. هما قال لك اللي الاولاد اللي متفوقين هما اللي واعرين على طينه الابن ديالو، والعيانين على طيب الناس ديالي انا ما نساش. يعني كاين ان سبيس دو راسيزم كاين. ضرب شي في جامعه المغربيه، راه ماشي ضرب فيهم، راه هرسهم، راه هرسهم. مع العلم ان صاحب الجلاله نصره الله طرف جامعه المغربيه. صحيح صحيح. يعني اكبر طينه المحاماه ومن اكبر الناس اللي دازوا في العدل كانوا وقيلا قراو مع ولاد الشعب. وهو نيت صيفط وزير العدل انه داز من سميتو، انه داز حتى هو من رواق راه في الرباط، وخد الاجازه ديالو في الرباط ودرب في المغرب. وطبيعه الحال انه عنده دي ماستر اون فرونس، لكن هو راه قرا في المغرب. دونك راه هو راه ماشي وصل شي تنوض، هو راه قال لك انا ماشي ولد الشعب، انا عشت حياتي كامله وانا غني. با الوالد ديالو تاجر في تارودانت، وتا ولدك عايش في الغنى ولكن حشم شويه. دونك كنتمنى من الله انه يلتج. طالبوا خويا بفتح شي حقيقه واعاده الاجتهاد. هذه لا غبار فيها. الغاء الاعاده والتحقيق. الغاء النتائج، اعاده الامتحان وفتح تحقيق ضد من يجي. شنو رسالتك اللي تبغي توصل للشباب اللي وقع عليهم بحال؟ لا لا ما انا اللي وصل الاصدقاء، لا كاين الاصدقاء، انا اصدقاء ديالنا انهم يلتفوا لينا باش نطلبوا بالحقوق ديالنا ولينا سلميه. اما الجينيراسيون اللي صغار وكيشوفونا قول لهم ما تيأسوش قراو، لان راه كتولي يقول لا واش اللي قرا واش طرا لهم، لا واخا طرا لنا حنا راه ما غاتنجح، حنا راه غنكملوا قرايتنا. مع العلم ان كاين مشاكل اخرى من بعد واش خاصك تخلص واحد القدر اللي تيحبسوا النقابات. هذا شو موضوع اخر، هذا موضوع اخر، هذاك خليه هذاك واخا هذاك شي قانوني. لا 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 بالقانون، لا لا بالقانون، قانون هذاك شي قانون سيدي فريلا، ولكن القانون كتحدوا النقابه كتصادق عليه، يعني ماشي رشوه، ماشي رشوه، هذا قانون كتصادقت عليه النقابه، لان كاين القانون الاطار وكاين ديال النقابه، النقابه هما اللي داروا هاد لي فري هادو. كاخر سؤال ورساله شنو هي؟ الى شاف هاد اللايف قول له ودي تراجع قد ما يمكن، ينقادوا راس السمعه ديال المغاربه راه بارك علينا، راه كنشوفوا الدق كيجي من برا. دونك حنا راه باقيين شباب، حنا راه ما غنشكلوش خطر للدوله، بالعكس حنا راه غننفعوا الدوله. اما احسن حنا ولا طوطو ومن معه وشابهه، واش فهمتي؟ دونك نتمنوا من الله انه يراجع راسو وتمشي تاخذ حقنا واحد شي بادره تكون طيبه. وشكرا، شكرا لصاحب هذه، مرحبا الله يبارك فيك. وما كما كنقولوا ما تزابيوش، لان مازال غادي نعقدوا بزاف ديال اللقاءات باش اننا الله يبارك فيك. شكرا اسيدي، الله يبارك فيك. ومشاهدينا نستودعكم الله في مباشر اخر، الى اللقاء.